مرحبا بكم من جديد. زوم 73 العشرة واربع دقائق الخميس 19 مارس 2020 صبحيتنا حتى نص النهار. أهم المحطات اللي باش تلقاوها معنا اليوم باش نشوفوا شنو اللي صاير اليوم في الساحل، آخر المستجدات والأخبار اللي باش تلقاوها معنا على موضوع الكورونا، والأكيد ريم تريكيش بي كما العادة في الوقيت هذايا. إيديتو زوم 73. إيديتو زوم 73. متكم في وسط الأخبار الخايبة الكل متاع المرض والوباء، خبر الفرح اليوم ولأول مرة من اللي خرج مرض كورونا الصين ما سجلش حالة إصابة في بلاد شهدت وفيات بالألف. اشتد أزمة تنفرجي وربي خفف علينا البلاء اللي لعنا فيه لا حول ولا قوة. هوني في تونس هبات اجتماعية للمساندة والمتابعة، صوم جماعي في صفاقس، مآذن في مساكن تعلو بالدعاء والتضرع لربي لرفع البلاء، وفي هذا الكل التوانسة مش مستحقين للدولة. التوانسة اليوم كما قلت انت ريم هبة جماعية، ما التوانسة الكل من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، التوانسة الكل الهدف الوحيد متاعنا ان نوصل لبر الامان في هالازمة هذه. وكما قلت زادة اشتدي ازمة تنفرجي الحمد لله يا ربي. هو خبر الحقيقة مفرح اليوم وقت اللي نلقاو البؤرة متاع الوباء هذه واللي صاروا فيها وفيات بالالاف. اليوم في 24 ساعة اللي تعدات ما يتمش تسجيل حتى اصابة بفيروس الكورونا. سؤالي تطرح علاش هلقاو تلقيح والا مازالوا؟ الاكيد لا، اما القوانين الصارمه نتاع الدوله والاجراءات اللي تاخذوها والشعب اللي كان ملتزم بالتعليمات هذيه حاولوا انهم يحصروا الفيروس وحاولوا انهم يحدوا من الازمه هذيه. وبشويه بشويه اليوم رينا اكثر يمكن 80% من المصانع المصانع في الصين رجعت تخدم. الصغيرات رجعت تقرا للمدارس نتاعها، الناس الكل رجعت للخدمه والحياه العاديه نتاعها. ان شاء الله يا ربي نحن هال 14 يوم ولا هال 15 يوم اللي مازالوا ولا اللي نحن توا فيهم هذه الصعيبه شويه نحاولوا ان ننفذوا التعليمات، نستحفظوا على رواحنا ونستحفظوا على عائلاتنا، وكما الناس الكل ان شاء الله نوصلوا لبر الامان. بعد هو الاهم في هذا يلدز انه نتعاملوا مع الناس الكل على اساس انه احنا مصابين وهما مصابين، باش اكل ماخذة بالخاطر والحشمه تتنحى. دونك المرض ما فيهش حشمه وفماش ماخذة بالخاطر، ناخذوا بخاطر والدينا الكبار اللي انا حسب رايي هما الفئه معناتها الاكثر عرضه للمرض هذايا. لازمنا احنا نستحفظوا عليهم. كيفاش؟ انه ناخذ بخاطره وما نخليهش يخرج، وكما كنا حكينا في مناسبات قديمه ونعاودوا ديما باش نفكروا ناخذوا بخاطره. زيدا وقت اللي نحاولوا كيفاش حتى مغالمون معناتها ما نخوفوهمش. ساعات تشوف حتى ومضات تحسيسيه تستهدف المسنين وبنوع من الخوف هكايا، لا ما يخافوش. احنا اكيد باش نكونوا ديما صمام الامان. انا علاش حبيت نربط هذايا بالدوله؟ على خاطر الدوله تعمل في اللي عليها وتحاول، ولكن المحاولات نتاعها متوسطه ماهيش محاولات فريمون اللي والايادي مرتعشه. انا اليوم نكتشف في تونس حاجتين الحقيقه يفرحوني كمتابعه. اولا الهبات الاجتماعيه والمسانده من العبيد، وتشوف ناس قاعده تحاول باش تعاون باللي تنجم، وحاله الوعي اللي ولات باش نبلغوا على المقاهي اللي ماهيش ملتزمه باش كي نخدموا في محيط عمل ماهوش قاعد يطبق في الشروط الصحيه نخبروا عليه. كي نخرجوا للشارع ونلقاو فما كوشه ولا غون سيرفاس العبيد مكدسه قدام ونصوروا ونهبطوا، هذايا وعي التونسي اليوم محلاه وان شاء الله يستمر. الحاجه الثانيه الحكم المحلي اللي بالحق اثبت في الازمه هذيا انه هو قادر باش ياخذ قرارات تنجم تكون في مستوى الازمه هذيا اكثر من الدوله. معناتها بعيدا على قرارات الدوله، اليوم نلقاو بلديات تجند الاعوان نتاعها، بلديات تقوم بتعقيم المقرات العموميه والرسميه في الولايات نتاعها، فما شكون من الولايات اللي خذا قرار بعدم التنقل بين المدن، ظهر لي في القصر في القصرين وبنزرت القصرين حافلات النقل العمومي، وفي بنزرت غلق المنافذ الكل. دونك هذوما قرارات ما نجمو ناخذوهم كان وقت نكونوا عندنا من الجرأه ما يكفي لتطبيقها، خاطر اكيد ما ترضيش الناس الكل. ونعرف اللي احنا نحبوا نتنقلوا بينا نمشيو نطلوا على عائلتنا يجيو بحذانا العبد ما يحسش روحه في حبس غير الحريه. وحنا فما دي بوزوان، مثلا انت عائلتك بعيده عليك باش تمشي لهم وباش يجيوك، وفما ناس مرضى فما اللي يمشي يخدم من ولايه لولايه زاده. دونك هذا الكل نعرف ينجم ما يرضيش برشا، ولكن حفاظا على شعبنا لازمنا نحاولوا نلتزموا بالقرارات هذه. دونك الكورونا مش لازم ناخذوها ديما في الجانب السلبي اللي ان شاء الله يا ربي نتجاوزوه، فما جوانب اخرى ايجابيه. الجانب الثالث واللي باش نختم به هو الدعاء اللي في المآذن. صحيح
الصوم الجماعي، فكرة الصوم الجماعي اليوم في صفاقس الحقيقة عجبتني برشا، على خاطر دعاء الصائم لا يرد. غدوة إن شاء الله معنا الشيخ منير الربيعي يفسر لنا أكثر تفاصيل أكيد وكل، ولكن أنا اليوم نشوف إنه في صفاقس يعطيهم الصحة صوم جماعي لعدد كبير من الناس للدعاء والتضرع ربي سبحانه بشرف علينا البلاء. إحنا أبخيتو دولة مسلمة، وأكيد الملجأ الوحيد متاعنا غير الدولة هو ربي سبحانه اللي فوق الدولة واللي هو قادر بشرف علينا البلاء هذا. إن شاء الله يا ربي أكيد ضم صوتي لصوتك كريم لهنا. ما جست حاجه حبيت نعرج عليها قبل ما نتعداو للموسيقى، انت قلت معناها ناخذوا بخاطر والدينا اليوم ونستحضوا على صحتهم، مش الماخذه بالخاطر معناها خليهم يعملوا كيما يحبوا ولا يخرجوا اي. احنا كنا تفكروا حتى قبل ونحن صغار معناها اكيد رانا مرضنا بالحصبه، فما شكون مرض بالحصبه، فما شكون مرض بالبوزوغار. يستحفظ عليك يخليك في بيتك ما تخرجش، انت غاديك منعزل ماكلتك وفطورك ودواك يجيوك عندك، ويستحفظ عليك من الهواء، ويستحفظ عليك من السخانه، ويستحفظ عليك من الخطر اللي نجم يجيك وانت في الشارع. مالغري في الوقت هذاك احنا كنا قلقين وفادين ونحبوا نخرجوا خاطر صغار، وماناش معناش معناها الوعي نتاع انه بالحقره وتنجم تجينا خطوره. اليوم كيف كيف اليوم نحن توا نحاولوا نرجعوا شويه من اللي اعطوهمنا والدينا ان نستحفظوا عليهم، ما فيها باس كي نقعدوا بحدهم في الدار نخليهم. هو الكوفر فو وقرارات غلق المقاهي بالحق راهي فيها جانب ايجابي برشا، انه العائله تقرب لبعضها، على خاطر اليوم راهي العائله التونسيه مفرته شويه، الراجل سهر في القهوه، المراه تروح تايب العشاء وترقد ولا تقري صغارها ولا اللي هو صغيرات يرقدوا على بكري، دونك سته نتاع العشاء الناس الكل في الدار، فرصه حتى للعائله التونسيه باش ما نقولش باش تعاود تتعرف على بعضها ولكن على قليلة فرصة بالحق باش نقربوا لبعضنا أكثر، باش تكون فما صلة نتعشاو مع بعضنا على قليلة، خاطر فما عائلات راهم ما يتعشاوش مع بعضهم. دونك اليوم فرصة باش نعاودوا نقربوا لبعضنا، البو يقرب لصغيراته، المرأة ورجلها يقربوا لبعضهم، نقربوا لوالدينا اللي ربما مشاغل الدنيا والخدمة والقراية وكل تبعدنا عليهم ساعات، فرصة اليوم باش من ستة نتاع العشية نقربوا لعائلتنا، مش لازم نخرجوا ديما للجانب السلبي في المرض. إن شاء الله يا رب مع هذا التزام بشروط حفظ، ما نقربوش برشا نقربوا بشروط حفظ الصحة. لبوس للتحميل. العشرة وحداش دقيقة مازلنا مواصلين معاكم ومشوارنا حتى نص نهار. إن شاء الله أكيد إذا كان عندكم أي حاجة أي إخلال تتنجموا تبلغوا عليها تكلمونا على 73 278 600. ما تنسيوش مسؤوليتكم هي مسؤوليتنا وسلامتكم هي سلامتنا، دونك مسؤولية الناس الكل مع بعضها، خلينا اليد في اليد الناس الكل نقدموا إن شاء الله نوصلوا البر الأمان. خليكم معنا زوم 73 حتى نص نهار. Mais tu